عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه والتزم سنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله تبارك وتعالى، فإن من اتقى الله عز وجل بفعل أوامره واجتناب زواجره وفق لمعرفة الحق من الباطل والهدى من الضلال، فكان ذلك سبب نصرته ونجاته من أمور الدنيا وسعادته يوم القيامة. يقول تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. وإن من لوازم تقوى الله يا عباد الله أن يستجيب المسلم لأوامر الله ورسوله، فقد أمر الله تعالى في محكم كتابه بقوله: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله ورسوله إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. قال الإمام القيم رحمه الله: فتضمنت هذه الآية أمورا كثيرة، منها أن الحياة النافعة
من استجاب لله ورسوله، ومن لم تحصل له هذه الاستجابة فلا حياة له، وإن كانت له حياة بهيمية مشتركة بينه وبين أفضل الحيوانات. فالحياة الحقيقية الطيبة هي حياة من استجاب لله والرسول ظاهرا وباطنا، فهؤلاء هم الأحياء وإن ماتوا، وغيرهم أموات وإن كانوا أحياء أبدان. ولهذا كان أكمل الناس حياة أكملهم استجابة لدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن كل ما دعا إليه ففيه الحياة، فمن فاته جزء منه فاته جزء من الحياة. الله أكبر. إنه لا حياة حقيقية طيبة، إنه لا حياة حقيقية طيبة إلا لمن استجاب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولا تحصل الاستجابة إلا بطاعة الله ورسوله والوقوف عند حدود الله ولزوم سنته المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه والاحتكام إليها والرضا بها والتسليم المطلق بها. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه قال: كنت أصلي فمر بي النبي صلى الله عليه وسلم فدعاني فلم آتيه حتى صليت ثم أتيته فقال: ما منعك أن تأتيني؟ ألم يقل الله: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. أحبتي في الله، إذا كانت إجابة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم واجبة في حياته، فإن الاستجابة لسنته صلى الله عليه وسلم بعد وفاته واجبة تحرم مخالفتها وتقديم شيء عليها. وقد رتب الله الوعيد الشديد والانتقام العقيم على المخالفين لها بقوله: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره لهذه الآية: أن تصيبهم فتنة، أي في قلوبهم من كفر أو نفاق أو بدعة، أو يصيبهم عذاب أليم، أي في الدنيا بقتل أو حد أو نحو ذلك. عباد الله، والفرق بين المؤمنين والمنافقين سرعة الاستجابة لله ورسوله والمبادرة إلى امتثال أوامر الله،
والسمع والطاعة، والانقياد للحق إذا ظهر. يقول تعالى مبينا صفات الفريقين في ذلك، ويقولون آمنا بالله والرسول، ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك، وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقيه فأولئك هم الفائزون. أحبتي في الله، إذا كان تأخر الصحابي الجليل أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه لحظات عن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم حين دعاه وهو يصلي يعبد الله، سبب إنكار الرسول صلى الله عليه وسلم لعدم مبادرته واستجابته لأمره صلى الله عليه وسلم. فكيف بحال كثير من الناس اليوم؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، وقد آل الأمر بكثير من الناس إلى نبذ أوامر الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وراء ظهره، والعياذ بالله. ومن تأمل ما يعيشه فئة من البشر وجد أن أقوالهم وأعمالهم وتصرفاتهم واعتقاداتهم تترجم ذلك وتفصح عنه جيدا. فاتقوا الله يا إخوة الإسلام، استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له، يوم لا مرد له من الله، ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا، إن عليك إلا البلاغ. أمة الاستجابة لله ورسوله، اعلموا أن من استجاب لله استجاب الله له. يقول تعالى فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. وقال عز وجل مبينا نتيجة الفريقين للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به، أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
الداعي إلى رضوانه، وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد، اتقوا الله تبارك وتعالى، واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله، واعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون، إن من علامة توفيق الله تعالى لعبده في هذه الحياة أن يصير على وفق كتاب الله وسنته صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وتصرفاته. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. فاحذروا رحمكم الله التوالي عن طاعة الله ورسوله وأنتم تسمعون، أي بعدما علمتم ما دعاكم إليه، فإن هذا الصنف من الناس شر الخليقة عند الله. إن شر الدواب عند الله الصم، أي عن سماع الحق البكم، عن فهمه الذين لا يعقلون عن الله ورسوله أمره ونهيه. ثم واعلموا، صلوا وسلموا رحمكم الله على محمد بن عبد الله كما أمركم الله بالصلاة والسلام عليه بقوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وعلم وبارك وزد على محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أنصر الإسلام والمسلمين، اللهم أنصر الإسلام والمسلمين، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم آمنا في أوائل أبطالنا واصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنك كنت غفارا أرسل السماء علينا مدرارا. اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا عاجلا غير آجل. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم حبب إلينا بالإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، فإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر.
أكبر الله أكبر لا إله